عقدت اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك محادثات جديدة لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن التسوية السلمية للصراع في منطقة الدنباس. ممثل أوكرانيا في الفريق الفرعي للأمن يفهين مرشوك أكد أن الأطراف ستتفق على مراقبة نظام وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بأكمله خلال فصل الصيف. نقشت أيضا قضية إطلاق سراح الرهائن بعد أن رفض الجانب الروسي في وقت سابق التفاوض حول إمكانية تبادل 23 روسيا أدينوا في أوكرانيا بالسجناء السياسيين الأوكرانيين.